بردت جثته وبردت قهوته وياه. الهلا بلايا طعم وفقدت لذتها. بديوان المعزب تلقى كل شي فور، البسط لو مسحق ما تطفى حرقتها. مرت الشيخ بس خل تخزر التنور قبل لا يشتعل مستوي خبزتها. زينب تقول ماكو مرايه بس كان الحسن شفاف، اعلى وجه الحسن ام تسوي شيلتها. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهلهل، فارس من فرسان هذا الموسم، بابلي جدا، شاعر جدا، من رمز الحضاره، من بابل الحب والسلام، الشاعر الحبيب علاء عبد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شرفت ونورت وحياك الله. تفضل استريح. اهلا وسهلا وشرفت. هلا حبيبي، ونورت وحياك الله. الله يعزك ويسلمك، شكرا لهذه الاستضافه الجميله وعظم الله اجرك. ماجور ان شاء الله وعظم الله اجرك. وجعلنا الله واياك من المتاسين بالحسين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شنو تركت وراك بابل؟ كل اثر جميل ان شاء الله. الخطوه التي تولد في حب الحسين تخضر فيما بعد. تركت اثر جميل لقصائد الحسينيه، وما أطمح أن تكون بابل في مصاف المحافظات العراقية الجميلة إن شاء الله يا رب. الله يعزك إن شاء الله. من خلال جواب للسؤال الأول، الشعراء الشعبيين متهمين، هذا اتهام له حقيقة، شنو؟ أنه بالجهل. لا، هذا اتهام باطل. اتهام باطل. اتهام باطل. عندنا يعني إيش قد من الشعراء، من 10 تقريبا مثقفين اللي يعني على دراية ماذا يكتب. والله أبو الأكبر، قضية السواد الأعظم اللي قاعدة تعم الشعر، يعني أخذت من الشارع ونظرة الشارع، غيرت نظرة الشارع على الشعراء الشعبيين. وإلا الكثير من الشعراء الشعبيين يقرأ قبل أن يكتب، يوظف أشياء تاريخية تهم بلده وتهم أشياءه. جميل. هذا السواد اللي قاعدة تشوفه، اللي نسميه اللي يطفو على سطح الشعر الشعبي، هذا ما يمثل الشعر. الشعراء الشعبيين مثقفين، وكثير من الشعر الشعبي حفظ ثورات كثورة العشرين، شو ما يكون مثقف؟ طبعا 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 طبعا. أنا مجرد يعني هو سؤال، أنت عارف، أنت ناقل وجهة نظر. نعم، ناقل وجهة نظر. أكيد أنه أنا أيضا أكتب الشعر الشعبي. صحيح. فأنا واحد من المدافعين لهذا العالم الجميل. أحسن. اليوم إذا تريد تفتخر بابل بأسماء، راح تفتخر بمنو؟ شعراء أو شعراء شعبيين؟ أو عامة شعراء شعبيين، يعني معظم هذا الجيل واللي سبقه، واللي يعني مثلا تفتخر أو بداية بسيد حيدر الحلي. أنت على معرفة تامة أنه بابل أول مدينة ذكرت في القرآن، في بابل هاروت وماروت. صح. بابل أول حوزة علمية قبل النجف. جميل. على زمن سيد حيدر الحلي. سولفنا على بابل. حتى السيد المشاهد يعني يعرف أنه من خلال الشاعر الشعبي أنه يمتلك ثقافة تاريخية، ثقافة جغرافية، ثقافة رياضيات، يعني هذه الثقافات اللطيفة. الحمد لله إحنا على قدر اللي نعرفه نسولفه. بابل يعني قلت لك حوزة علمية قبل ما تكون في النجف. أول من تأسست هي بالبابل. أي. نعم. على زمن سيد حيدر الحلي وقبله. حمورابي أول مدينة خطة فيها الحرف الأول. نعم. التاريخ، أسست التاريخ بابل. هذه عموما هذه الأشياء يعني بصراحة حتى ما نصير كلاسيك، خلت على عبد صاحب مسؤولية؟ أكيد التأثر والمؤثر به، يعني أنت تأخذ من بيئتك. مثلا بابل خليط لقضية أنه بيها المسيحي وبيها اليهودي. عندنا نهر اليهودية لحد الآن، هذا كانوا يسكنون اليهود قديما، بها الشيعي وبها السني، خليط هذه المدينة كعراق مصغر. جميل. أنت لازم حتى بكتابتك على عبد تراعي هذا الخليط. هاي فقط لعلى عبد؟ لو لا، هذا للعموم، للشعراء. هذا القانون الثابت،
لكن الشاعر اللي يتأثر به ويكتبه هو يعتمد على نفسيته وعلى قلمه وعلى ذاته. طبعا الله يعزه. كل إنسان يفتخر بأولاده. صحيح. أي من أولادك تفتخر بهم؟ الجميع إن شاء الله. أي من القصائد تفتخر؟ جميع قصائدي، لأن القصائد اللي تولد بعد مخاض عسير مع الروح والخيال، فأكيد اللي يجيب تعب دائما تكون فخور به، واللي يعني جوز واحدة اثنين ما تفتخر بهن، ذني جوز على كنت على خطأ بهن أو دفعت للدموية بهن، بعدين أنت من تصفن تقول لا أنا كنت على خطأ. لطيف لطيف. لأن كل ما أحيانا راجعون نفسك، من الناس اللي راجعون أنفسهم كلش واي راجع نفسي، لأنه بصراحة انطيني فد نقطة إيجابية عاد علاء. يعني اكيد نقاط ايجابيه هواي. شوف ابو الاكبر، ورات الانسان مو راح نقول انطيه نقطه سلبيه حتى تصير بالتعادل. من يتحدث عن نفسه يكون في محط انظار الناس انه تفاخر، لكن انا اشوف هواي شغلات جيده على وحدة. مثلا تركت كل شيء خلفي من اتجهت للقضيه الحسينيه. هواي اشياء، هواي مغريات عفتها الخاطر للقضيه الحسينيه. جميل. وحده من شغله سلبيه، وحده منهن يعني انسى الاسماء هواي، مثلا يعني حتى هسه مثلا انا وياك نقعد ونطلع ونسافر ورا فتره انسى اسمه قوه اتذكره. اي فهذا يخليني بموقف انه تكبر قدامك، فاهم؟ الاشياء اللي ما احبها بيها هي مو بايدي، يم الله سبحانه وتعالى، بس هو سبب الاحراج. نستاهل الله يعزك، نستاهل الحلقه. ما من مكان وزمان يذكر فيه الحسين الا وكان اول الحاضرين اليه هي الزهراء. فنبدأ من باب الزهراء سلام الله. جميل. في ليلة من ليالي ليالي الزهراء سلام الله عليها، حاولت أن أكتب للزهراء فعيان التعب أخذتني الغفوة، وإذا في المنام على شكل طيف يعرج قلم إلى السماء بحثا عن الزهراء، فعند السماء الأولى هويتك صايحون بأول الغيم، وطلعت لمبتشيهم على خيام قالوا نص حبرك. هويتك صايحون بأول الغيم، وطلعت لمبتشيهم على خيام. ما شاء الله على هالهوية. قالوا نص حبرك واكتم الصوت، سمة لولي ويريد المحسن ينام. شلك بالسما وصاعد نيتك وين؟ رسمت لهم قبر بس لابس الثام، ومن راده وصافك مني رديت نقص بضلوحها وصلت فرض تام. انت اول مره مخطوبه من فوق يا محمد زوج النور. من النور هذا امر الهي، خطبه الهيه. انت اول مره مخطوبه من فوق، مشيتك انبياء والله قدام. انت اول شلك بالسما وصاعد نيتك وين؟ رسمت لهم قبر بس لابس الثام. قالوا ذاك ابنها الواقف هناك، اسئله ولا تحضنه تغرز الاسهام. قلت ما اريد بالصورة ويا ابو حسين قلم، وتباهى بيها بين الاقلام. قالوا يا علي اللي ياخذ وياك، خبزهم ما يحب يطلع للاعلام. فبعد هذا هبت ابحث عن علي في تلك السماء. الله يعزك. قالوا يا علي اللي ياخذ وياك، خبزهم ما قلت ما اريد قلم وتباهى بيها قلت ما اريد بالصورة ويا ابو حسين قلم وتباهى بيها بين الاقلام. قالوا يا علي اللي ياخذ وياك، خبزهم ما يحب يطلع للاعلام. وبعدها ذهبت في السماء الأخرى بحثا عن علي، فهي ألي كيف خلق الله عليا في تلك الأجواء، ورأيت كيف الطين يتدافع لكي يكون في جسد علي ربوبة ونفخ روح وهيئة والوان وشعوب ووقف ربك قسم الطين. تخيل شنه طعمه. عيد لي عيد لي عيد لي. فرأيت حينها الطين يتدافع فيما بينه، فكان كالتالي: ربوبة ونفخ روح وهيئة والوان وشعوب ووقف ربك قسم الطين. تخيل شنه طعم إحساس هيكون طينه يقلها الله تصير أبو حسين. الله. وطينه من التوسل رجعت تراب، أمروتكم أصير بجسم رجلين. لحت لحد ما قال لها جبريل: أكب ظهر أبو فاضل ما تقدرين. شين حسبالك الرجلين هينات، تدرين بعلش قد يمشي بعدين. من قد ما يخلص الناس بالهاك، يرجع على الحنطة يوزع طحين. تشلبتوا بعلي، تشلبتوا العلي بالفقرة والسيف،
علي بن آدم حنين وعاشق وحاب، لقى عصفور عاشق يلم عودان، ركض قصله علي من خشبة الباب. نعم، خلي يطلع علي من المعركة وفوت وشوف لقى عصفور عاشق. شلبته العلي بالفقرة والسيف، علي بن آدم حنين. شلبته العلي بالفقرة والسيف، علي بن آدم حنين وعاشق وحاب، لقى عصفور عاشق يلم عودان، ركض قصله علي من خشبة الباب. نعم، خلي يطلع علي من المعركة وفوت وشوف الواد مش قد نازع ثياب. بعلي هذا الغراب تقاطف الناس، على بيتك بلبل يحس روح الغراب، نخيت البارحة على أصحابه بالطيف، وعلي راضيتهم من رد للجواب، قال الضكت من ربع قليلات، أنا الزهرة توجعنا من الأصحاب، أنا الزهرة توجعنا من الأصحاب. الله يعزك ويسلمك. أنت صدقناك أمير المؤمنين على أصحابك؟ هاي بعد لو مجرد خيال شعري يعني، كتوظيف لا أكثر. وين من الواقع؟ نخيت البارحة على أصحابه بالطيب من الواقع. مراتك وأكو صاحب أبو الأكبر يكون لك عدو يدفع بيك للتهلكة، هذا هنا تنتهي الصحبة، تقدر تدعي عليه. تدري مشكلتنا وين؟ مشكلتنا عيون ناموس ونار. صحيح، انه يعني تاخذنا، يقولون الولهة الاولى من الاعجاب ونتغاضى عن كل السلبيات. صحيح، ايش قد نتمنى في بعض الاحيان انه عيوننا سونار تشوف ما داخل الشخص. لا هو واقعا اخو الانسان مو ذوق. طبعا مو ذوق، الانسان تجربة. بعد التجربة تطلع بس يا اخي، هي المشكلة انه انت تجرب ويطلع سيء، ولو تجرب هو قانون الحياة، تضل عايش على التجارب. بدع التجربة قانون الحياة، بدع التجربة ابو الاحمد. اي نعم، بس قصدي اذهبوا فان لكم الجنة والنار، وقعدوا يتجربون. الانسان هو بدع على تجربة. طبعا فضروري طبعًا. انت هم حتى جرب. هذا التطور اللي واصلين احنا هو بدع عن تجربة. صحيح. نهنيك على القصيدة. الله يعزك ويسلمك. الله يحفظك حقيقة. نهنيك، نشكر الله. اليوم إذا تريد تقول ليش، المن تقول ليش؟ والله ليش لكل إنسان لم ينصف شعبه، لكل إنسان يجلس مثلي على هذا الكرسي، يجلس وهو يحكم شعب، وخلف قصره ناس فقراء وتأكل من النفايات، أتجلكم الله للسامعين. ليش لكل رجل لم ينصف أهله أو أطفاله؟ ليش هواية أبو الأكبر، هواية ليش، خاصة بمجتمعنا هذا. أنت راضي على الوضعية هذه؟ فأكيد تقول ليش. طبعا أنت اليوم لو مرتاح ما تقول ليش وكأنها خلقت للعراقيين. تقول ليش على سبايكر؟ سبايكر من الأشياء التي ستبقى خالدة في ذاكرة العراقيين، ذاكرة دموية، في ذاكرة الأمهات حتى وإن ماتت يتكلم بها التراب، تراب قبورها. الله، نقرأ شيء على سبايكر؟ أنا للأمانة هذا الموضوع يألمني ويعني يطعني، أذيني، وجعني، كلش وجعني حقيقة. أكيد يوجعك اليوم أنت إذا تفقد أصبع من أصابعك تتألم عليه كثيرا، كل ما تقول هيك. زين كيف أنت فاقد 1700؟ شيء مخيف جدا. هي تلك المرأة التي وقفت وقفتان، الأولى عندما استشهد كبيرها في سبايكر، والثانية عندما استشهد صغيرها على جسر الزيتون في المظاهرات الأخيرة. شوف المفارقة بالأكبر، مرة تطي هنا بالحشد، مرة تطي بالمظاهرات للوطن، وهو هم من بطن واحدة وللوطن وللوطن. فأم تمنت ليتها عقرت. الله، أم تمنت ليتها عقرت كجذع نخل ما به رطبا، دفأت بنار الحرب فاكتشفت من أرضعتهم كانهم حطبا، وفي جانب الجسر طفلا يصلبون به، يا ابن السفارة نادوا فانبرت عجبا، ابن السفارة ملح الهور في دمه، والله من صدري لقد شربا، بيت الرصاص بيت الرصاص بلا بيت يعيش به،
الله. هل يمضغ الشوك من في ظهره ذهبا؟ هل البلاط إلها لست أعرفه؟ قد حلل الموت في البردي والقصبا. 1700 دفنوا بنص ماي، باكر من تطق شتخضر الزرعة، خذت بيرغ وحلفت النخل بالرأس. 1700 تغير موتنا وصار الدفن بالماي، باكر من تطق شتخضر الزرعة، خذت بيرغ وحلفت النخل بالراق. أبو فاضل عليها الشربة الطلعة، ولك يا نخلة ابني وتعرفين شلون معاناة الليالي ونقلة التسعة. يا نخلة تخيل بلحظة ألمها شلون، تمرش توا شمري وواحد يقطع. الله 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 يا نخلة. الله 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 يعزك يا نخلة. 1700 دفنوا بنص ماي، باكر من تطق شد خضر الزرعة، خذت بيرغ وحلفت النخل بالراق. أبو فاضل عليها الشربة الطلعة، ولك يا نخلة ابني وتعرفين شلون معاناة الليالي ونقلة التسعة. يا نخلة تخيل بلحظة ألمها شلون، تمرج توا شمر واحد يقطع. وطن ما بي ضحك بس على عقول الناس، الله ساويت النفط والغجر بالسمعة. الله وطن ما بي ضحك. الله 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 وطن ما بي ضحك بس على عقول الناس. اي بالله صحيح، ساويت النفط والغجر بالسمعة، مو كل من وربع بدفتر التعيين، شوف المقبرة بس ولدي وربع. تشادر تشادر ما لواهس من تأجر الناس، بعرس قد ما تعلم يسمع التنعة، من كثر النعاون عدت حتى القاع، قمنا نطشها حنطة تخضر بفدع، قمنا نطشها حنطة. الله يا علاء، الله يعزك ويسلمك. للأمانة شاعر مهم، الله يعزك، شهادة شهادة بالانتظار كبيرة. شهادة كبيرة من الأشياء اللي جدا أنزعج منها الانتظار. زين راح تنتظرني إذا ناخذ فاصل؟ لا هذا شيء مجبرين. الله يعزك، فاصل ونعود لك. عدنا وياكم ونتمنى ما زعجنا علاء عبد بالانتظار. لا العفو، الله يعزك، سعيد جدا والله. الله يسلمك بالأكبر. علاء عبد، من الرقيب على قصيدتك؟ الثوابت التي يجب أن يكتب من أجلها الشعر. أكو مرجعيات خاصة عندي للقصيدة يعني ناس؟ لا لا، مرجعيات ثوابت بحياتي للكتابة. مثلا الأولى، هل من الممكن أنه تكون هاي الثوابت اللي هي متغيرات عند الغير؟ أكيد كل شاعر إلا أدواته ووضعيته، شون يتعامل في القصيدة مالته والمن يكتبها ولأي اتجاه ولأي درجة. لا لا، أقصد الرقيب، يعني قصدك المنقح أو المنقح، المرجعية التي أعود إليها. المرجعية مثلاً. أنت أكو ناس، يعني أكو ناس يعني أحترم أذواقها جدا بالقصيدة. جميل. أمثال عاصم عبد، تحياتي. يستاهل أستاذ عاصم، يستاهل. أي هذا الرجل عراب ملم جدا بقضية الشعر. لا وهذا الرجل خليني أقول لك عنه، رجل عراب فعلا. شفت الحلة بابل كلها تحبه. مو هو يا أخي، وهو ما يد العون من خلف الكواليس. يعني تخيل إنسان يتخلى عن قصائده وعن شعره ويهتم بالناس، بالشعراء، بشعراء الشباب، ذكران ذات عظيم عنده. جميل. أي لقيناه بالمرحلة اللي طلعنا بيها، لقينا عاصم عبد هاي الأشياء اللي أكو إلى أمثال هواي بالحلة. لا لا، يعني عموم العراق، بالعراق هواي. ها مثلا سيد محمود البعاج عندك ببغداد، ألف تحية له. ألف تحية له، أخونا وحبيبنا سيد محمود. أيضا بالمناسبة هو شاعر بس ما يقول أنا شاعر، والرجل ملم جدا بقضية الشعر ويحترم ويقاتل. مثلا حسين القانوني، ألف تحية له. حسين القانوني هذا الرجل بعيدا عن المشاكل اللي دارت بالوسط، عنده ذوق جدا، احترم ذوقه، دائما اتناقش وياه على بعض قصائد. جميل. الشعراء. جميل. ايه؟ جميل جميل. فهواي هواي، يعني انه انت قصيدتك تسمح الناس وتعتز برايهم. الاول ذوقي انا. جميل. اي جميل. لانه انت ما اذا ما اقول الله على بيت ما كتب انا. الله الله يعزك. شلون هالدنيا وياك؟ والله الدنيا مع الجميع لم تنصف، لو انصفت علي بن ابي طالب الافضل من عندنا، قال يا دنيا غري غيري. فمن باب القصائد انا هواي مسولف وياها، وعندي وجهه نظر. مسولف وياها عن الدنيا؟ عندي وجهه نظر للدنيا. الدنيا طلابه غجر ما تستحي من الصوت،
الله. والملحة محبس نبي وضيع عبطن الحوت، والحب جنازة بلم والمخيط الزاتوت. الله. الدنيا طلابة غجر ما تستحي ما تستحي من الصوت، والملحة محبس نبي وضيع عبطن الحوت، والحب جنازة بلم والمخيط الزاتوت. بصحرة الوحد نسوه ويقل لدن مهرتك خلي مهرت تفوت. موسم بصحرة الوحد نسوه، بصحرة الوحد نسوه، بصحرة الوحد نسوه ويقل لدن مهرتك خلي مهرت تفوت. موسم عثارة ولسن ما بيه نصم الله، وعود البقصته ندى شنريج عبد الله. الله. رد تستحي نشزت خيمة، رد تستحي نشزت. الله الله عليك. خيمة وجرس بالباب، والوادم الخيرة قضت شجرة بدرب طلاب، وتنورة هنة تنورة هنة عفة. رد تستحي نشزت خيمة وجرس بالباب، والوادم الخيرة قضت شجرة بدرب طلاب، وتنورة هنة عفة. ما يقتنع بالقصب يركض على البلاب، والصوت يحلى سجن الحرية للغربان، وبيهم تفاجأ لمن قلنا لأنت إنسان. بيهم الله تفاجأ لمن قلنا لأنت إنسان. وهن تغيروا مو ذول هن أهلنا، تغيروا مو ذول هن، لقيناهم ولا ذرة محنة، عتبهم غافية وما مرها خطار، الروازين أكبر من الباب بالدار. وين كنا لاحظ ان وجوهنا، لاحظ ان قلوبنا ولا ذولا هن، كان التراب اللي على البيبان يرهم عد المعرسين حنا. الله. وين كنا وين كنا، والملح جاهل وكعد فاهيات وضيعنا. الله. تونا وين كنا لاحظ ان قلوبنا ولا ذولا هن، كان التراب اللي على البيبان يرهم عد المعرسين حنا، تونا ردينا وبدينا تراب من دفن المحن، والملح جاهل جاهل وكح عد فاهيات وضيعنا. تونا 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 ردينا وبدينا تراب من دفن المحن، والملح جاهل وكح عد فاهيات وضيعنا. وين كنا هاي الدنيا ملح. هذا المنظار مو من باب التشاؤم، وانما واقعيه واقعيه لما لمسته خيال الشاعر فنبض به القلم. الله الله يعزك. يعني احكي لك اياها بصراحه، انا قلت لك اياها بالكواليس، المكان اللي موجود بي على عبد من بين الشعراء جيد هو اقل مما يستحق. تتفق او ما تتفق؟ بعين من؟ بعين الشهرة؟ اي بعين الشهرة، بعين الشهرة. وهذا هذا التفاوت يعتمد على ذوق الناس. لا لا، انت هسه تتفق او ما تتفق؟ انا اتفق جدا. تتفق؟ اتفق جيد جداً. السبب وين؟ خلينا اليوم نكض الجرح. السبب انه ذوق الناس متفاوت ابو الاكبر. بس الناس تذوق عريان سيد خلف. قد يكون احنا بس عريان سيد خلف. شوف هاي الحالات الفريده، احنا الف رحمه على روح عريان سيد خلف كاظم اسماعيل قاطع وشعراءنا الكبار. هذول الحالات الفريده. زين انا اسالك انه جيل عريان وين؟ الجيل يبدا بالالاف وينتهي بالاحاد. طبعا برز من جيل كامل من الالاف عريان، فهذه حالات فريده. عريان السيد خلف خلق ليكون شاعرا، يعني حتى يوازي النجم العالي. سئل عريان لو واسالك هذا السؤال نفسه، لو لم تكن شاعر ماذا تكون؟ هو جاوب على الاقل اكون رئيس دوله. وانت شو جاوب؟ على الاقل اكون رئيس دوله مثل ما قال مرجع الاعلى عريان السيد خلف. هذا مكان الشاعر الحقيقي اللي اتفق. جميل. إذن خلص الشاعر ليش يقول أبو الأكبر؟ لا مو هو رئيس دولة. هو عنده نسبة عنده إلى بس مرخص عنده قابلية للقيادة. نسبة إلى شنو؟ تعرف نسبة إلى شنو؟ القيادة. أنت تقول عنده قيادة، القيادة تعتمد لقصيدته أم لعمله. عمله ما مجربينه إحنا، بس يعني شايفين قصيدته. قصيدته وطنية أن تقود بلد. زين، فمن باب أنه الشاعر يقود دولة، مثلا قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، حررت دولة من هذا الباب. أما قضية أنه تقود دولة هاي الإمكانية غير مجربة. متى تتخلى عن صفة كونك شاعر؟ عندما تصبح القضية
تمس شرف الإنسان وكرامته. مرات أبو الأكبر أنت كشاعر، متى تكون فارس؟ أكون فارس عندما يتطلب الأمر أن أكون فارس دائما، وأنا لازلت فارس منذ أن ولدت فارس، وإلى الآن فارس، وإلى القادم فارس إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعزك. أقرانك هواي الفرسان؟ الشعراء أنا أقصد. أنا أتحدث عن نفسي، تحدث عن نفسي، بس الشعراء. حدثني عن أقرانك. من يا باب؟ هل هم فرسان؟ اللي يشوفه بعين واحدة مو صحيح، هواي شعراء وفرسان، بس أكو شعراء مو فرسان، ما تقدر تعمل. شو يحتاج لهم حتى يكونون فرسان؟ أن يكتبون قصيدة الفرسان وأدوات الفرسان وشخصية الفرسان. متى ترتجل عن صهوة جوادك؟ جوادي الشعري أرتجل عنه عند الموت فقط، أما جوادي الذي أنا أقصد الجوادي لكونك فارس، يعني قصدك لكونك على عبد فارس، يعني أترجل عنه اللي عندما يتطلب أنا أترجل، مثلا عندما أنحني على يد والدي. الله. يتطلب ذلك أن تنزل على رأسك من جوادك. الله 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 يعزك. يعني شنو العلاقة بين الشاعر والفارس؟ هي من أدوات الشعر قديما. كان يجب أن يكون فارس. كان معظم الشعراء فارس. فرسان عفواً. وحتى التاريخ ذكر الشعراء الذين لم يكونوا فرسان، أمثال شاعر رسول حسان بن ثابت، ظلت شلون نقولها نقطة سوداء في تاريخه، وهو شاعر رسول طبعاً، شاعر كبير. طبعاً 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 طبعاً. إيش قد عدد؟ قبل ما أجاوبك على إيش قد عدد، ودليلي أنه استنجدت به أحد أزواج المسلمات المسلمين عفوا، شخص دخل كان الحرب قائمة فقط، حسان بن ثابت قريب على الخيام، استنجدت به قال لها هذا مو شغلي، إن شئتي هجوته لك. الله. أي قالها أنا الشغل السيف مو شغلي، إن شئتي إن هجوته لك. يا بهذا طب للخيام. فهذا يجب أن تكون فارس في عدة أشياء. الفروسية مو أن تكون مو ولا فرس، مو فرس وصح، فروسية أن تكون في موقفك، في قصيدتك طبعا، في اتجاه وطنك طبعا، أين تتكلم كلمة الحق في 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 حق سلطان جائر، هذا الفروسية. هاي الأشياء احنا ترميز نشتغلها طبعا، هو من باب أنه كناية أو رمز. ضروري الشاعر يكون فارس؟ ضروري. هواي أكو شعراء فرسان؟ بل يجب أن تكون فارس قبل الشعر. هواي أكو شعراء فرسان؟ هواي. وأكو شعراء غير فرسان؟ أكو هواي. معظم المجالات أبو الأكبر طبعا، معظم المجالات بها شقين، بها الطالح والصالح صح؟ طبعا طبعا. فالشعر ليش ما يكون به الشوان؟ غرد. الله يعزك. قصيدة طلبتها أنت بصوتي أشرف والله. الله يعزك، اللي هي كون الطف حلم. طبعا هذه القصيدة تحياتنا اللي قروها ملا حيدر الفريجي وكذلك محمد الحلفي والحبيب مسلم الوائلي قبل أيام. هي آخر أمنية للسيدة زينب، عندما تصل بك المرحلة إلى أن تتمنى أن الواقع حلم، فهذا أصعب مرارة الحياة هذه. فالسيدة زينب عندما نظرت إلى أهلها وأخوتها مجدلين على الأرض، أصبحت تتمنى. شو تمنت؟ تقول كون الطاف حليم والبيتنا نعود، وينصب زادنا وعباس موجود، ويفتر فوقهم مثل الحمامة، ويوزع ماي عبد الله العمامة، وجاسم يرجع من السوق شادود. كون الطاف حليم والبيتنا نعود. شو تقول؟ غبار مني التعب والهم، وسهام تقعدين يحلم. الله. بحيث لينجريح بالطيف، يقع الثوب وانا قعده. الله.
مثل طش البذور دمه بخيت القليل امه نعم قد ما كلها عم تصيح الخيمة تقيل لي يا عمه الله الله الخيمة تقيل لي يا عمه اخوي دلي السهم عينه لما انحاجت اسكينة ذب كل الرماح لي اول الذيب نظره لي سكينة الله الله لذبنا نظره لي سكينة الله مشاهد تحبس الانفاس اللي غامض يقعد بلا راس الله وبالخيمة ولا عباس لا خيمة اللي تندل درب لي خيام ولا عبد الله حاول يقدر ينام نعم شو تقول له السيدة زينب؟ عم اضحك وصبغي الليل بضحكتك باكري موادع يا بعد عيون عمتك تدري مين يخلص الليل قماطك بحافر الخيل ينسحيل وتفارقي شفافك بسيمتك عم اضحك وصبغي الليل بضحكتك الله يعزك الله يعزك ويسلمك عجب الله يوفقك جعلك الله تسمح لنا مع الفاصل الله يعزك الله يعزك والله يا ريتان تدلل الله يعزك ويسلمك فاصل ونعود اليك مشاهدين قناة الايام عدنا وياكم بالجزء الاخير من برنامج المهلهل مع الحبيب على عبد الله يعزك نتمنى انه ما اثقلنا عليك الاسئله بالعكس خفيف ظل بجمالك واطرائك شكرا وارائك واسئلتك شكرا جزيلا شكرا لك ولهذا الكادر الجميل اللي احنا نامن شكره بالاخير اي والله يستاهل الله يعزك يستاهلون كلش انت تشتغل بوزاره العدل نعم لكن بالحله بالحله اكو في بعض الاحيان انه بعملك يصادفك في شيء قريب للشعر صحيح تستوحي منه قصيده يعني هواي المواقف خاصه يعني قضايا الطلاق وقضايا يعني واحده منهم يوم انا كان عندي عمل بالمحكمه جالس على مصطبة الانتظار انتظر شخص شفت موقف يعني خلاني نفس اللحظه اكتب اقول لك الله اي أيوة والله كتبت المقدمه ورحت قعدت بكيت وكتبت اثنين بالبيت الموقف اجوا اثنين يتطلقون زوج وزوجته اي وعندهم طفل وياهم اكو فقعدوا بصفحه طفل قاعد الابو قاعد بصفحه والام قعدت بصفحه واكو بصفي رجال ومرته كانت اكو فقره ما اعرف شنو توقع له حتى يتزوج ها لأن ما يصير عندهم أطفال 10 سنوات سبحان الله كان يسولف وياي الرجل على هذا الموضوع فانتبهت للمرأة منتبه على هذا الطفل يلوب بين أمه وأبوه يروح ويرد فهي صاحت له حكت وياه من حكت وياه أنا بجيت أبو الأكبر لأن سولف لي زوجها قصتها فتخيلتها تقول له يا نبتة خير عند المؤفلاليح اي بالله صحيح يا نبتة خير عند المؤفلاليح تعبت من النذر كل باب شده تعبت قد ما ألول الوحد بليل ونيم فوق ذرعان المخد الله يا نبتة خير عند الموف لاليح تعبت من النذر كل باب شده تعبت قد ما ألول الوحد بليل ونيم فوق ذرعان المخدة أمس جاهل يبيع هدوم بالسوق حرجني وقال لابنك أخذ وحدة الله متت ومن الخجل قلبت الهدوم وقلت له اعتذر ما ابيها على قده يا ابني النعمه هاي تريد شكران اي بالله صحيح يا ابني النعمه هاي تريد شكران تظل يمم هذا ما مستعده لا يتزوج الموقد الايام على كل شيء وكسر وعود الموده النسمه
النشوة اللي خذتكم لحظة الليل خلق الطفل دمعات على خده لا يتزوج الموقد الأيام اعلى كل شيء وكسر وعود المود. عن قصيدة كاملة ما تحضرني. الله يعزك. الله الله يعزك. فهاي واحدة من رسائل المجتمع اللي شفتها وترجمتها. جميل. الله يسلمك. جميل جدا جميل جدا. متى تنتهي؟ أنتهي بانتهاء عمري، لكن أنتهي من يا جانب. يعني كيف ما تفهم السؤال؟ أنا أحس أنه ما تنتهي بانتهاء عمرك، إن شاء الله عمرك طويل. الله يعزك. أنتهي من انقطع عملي بالدنيا، لكن أنتهي عن حب الوطن؟ لا أنتهي. أنتهي عن مدافعتي عن 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 المتظاهرين السلميين الذين نذروا أنفسهم وأموالهم وأشياءهم جميعا لحب الوطن، ما أنتهي عنه. وهي عدة أبواب. وأنا طبعا طبعا قلت لك من يا باب طبعا هي شو اسمه، في بعض الأحيان أعتقد أنت تقصد هيك شيء، أنه أنا حتى من ينتهي جسدي المادي لكن تبقى قصائدي سولف عني. صح. الله يسلمك. أكيد هذا قصدك. صحيح. يعني أي علاء عبد شاعر جزل ومهم. الله يعزك. جميل وعلى رأسه. الله يسلمك. الله يخليك. يعني هذا سؤال سألته في يوم من الأيام، أحب أسألك إياه مرة ثانية. أكو علاقة بين السلطان والشاعر؟ السلطان العادل يجب أن نقول له شكرا، هنا صارت أكو علاقة. جيد. وأنا قلتها في مرة من المرات، ذكرت أحد حكام العرب اللي معيش شعبه في نعيم، شكرته وقارنت بينه وبين شعبي قصيدة من القصائد. يجب أن تكون العلاقة غير مادية بين السلطان والشاعر. علاقة غير مصلحة. غير مصلحة، لأنه إذا اعتمدت على المصلحة راح تأتي في مضرة إلى الشعب. اليوم لو بيدك سلطة على الشعر الشعبي العراقي، شنو أول فقرة تسويها؟ أبعد المتطفلين شعريا. واي؟ أكو مقولة أو كتبت في أحد الدول الغربية، في بيت على بيت شاعر، رجاء عدم الضجيج فهنا يسكن شاعر. ضروري نعطي الشاعر حقه. أسوى أدلجة خاصة للشاعر. ثانيا بالنسبة لقضية التطفل، شفتنا اي لا اذا سووا لهم أدلجة خاصة، لا حجي لا. ضروري ان تكون مراقب على القصائد. ترقى قبال بيتك معلي قصيدة إيجاء، يعني بالركبة مرة فتحي حي شعراء. هذا من الشاعر؟ هذا الشاعر اللي بمنزلة دعبل. نعم احنا هذه المزحة مو هاي للممتلئين. اقرأ لنا بالطريقة التي تقرؤون بها في العراق الإمام الرضا، فشعرنا حجي مقدر. طبعا هذه شهادة خاصة. اقرأ لنا في الطريقة التي تقرؤون فيها في العراق. فأنا احكي لك عن ذول اللي يقصدونهم وش قد نسبتهم بالأضافة. الشغلة المهمة وين بهذا؟ أن أكون مراقبة على القصائد اللي تكتب، القصائد الدموية، القصائد اللي تدفع المجتمع للهلاك بالهاوية. الطائفية طبعًا. هاي الأدلجة اللي أحكي عنها. طبعا الله يعزك. هذا كلام مهم للأمانة. شكرا لك. شنو نسمع؟ اللي تحب. أنا أحبك كلك. الله يعزك ويسلمك. نقرأ اليوم البنين. سلام سلام الله عليه سيدة والدتي. جاءت إحدى الكلابيات لأم البنين، قالت يا أم البنين ماذا أعطاك الحسين؟ أعطيتي أربع من ولدك مقابل الحسين، شنو اللي طاش يا الحسين؟ إيش جاوبت أم البنين؟ من خيمة بدل كل ساعة بمكان، أيه؟ إلى غرفة الزهرة إيش بعد تردين؟ أنا أدري. من خيمة بدل كل ساعة بمكان إلى غرفة الزهرة إيش بعد تردين؟ إحساسك شايفة من يندق الباب وتسمعين يمه بصوت الحسين تنعد. إحساسك شايفة من يندق الباب من خيمة بدو الكل ساعة بمشان إلى غرفة الزهرة إيش بعد تردين؟ إحساسك شايفة من يندق الباب وتسمعين يمه بصوت الحسين تنعد. وقفتك عزات تاريخ إذا من طبخك الزين بتوكلين. الله. تنعد وقفتك عزات تاريخ إذا من تخيلي قمت حضر هدوم عباس لأن باكر سفار والفجر ماشين من قد ما ببال حسين والله حطيت الهدوم بمهر الحسين وكل واحد
كل واحد قميص طيت الأولاد، مو شو أولادي اللي يردون عدلين، مو شو أولادي، كل واحد قميص طيت الأولاد، مو شو أولادي اللي يردون عدلين، قوم وياي عيش ببيتهم يوم وشوفش ذكريات أم الحسن وين، هنا ناموا جواع بلا عش هواي، هنا دم الضلوع للحياطين، هنا لا دير بالك عتبة الباب، لأن محسن يفز كل ما استحقين، نقص بالضوحة وصلت فرض تام، نقص بالضوحة وصلت فرض تام، تشوفين بالكاسر تشوفين الصحن ذاك، بحياته ما نصبي زاد شكلين، الله بحياته ما نصبي زاد شكلين، الله 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 الله, الله 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 الله. ومن بين جملة تلك السهام التي سقطت على الختام صدر الحسين، هذا انت تحب الختام، هذا لو القصيده اللي سالتني عليها بالبصره، ايش تحب انا خادم كيفك، نقرا ونشوف السيد المخرج شو يقول لنا، بس انا اريدها تقراها باداء ان شاء الله. من بين تلك السهام التي سقطت على صدر الحسين كان هناك سهمان يتعانقان بشده، فقال لهما سهم ثالث: ويحكم، أتتراقصون فرحا بمقتل ابن بنت رسول الله؟ جميل. فأجابه أحدهما: كن افرج شجرة صغار عودين، قصنا وصاغنا الحطاب سهمين، وبعد ما باعنا كل واحد بصوب، جمعنا القدر صدفة بصدر الحسين. الله. التقينا اخوان فوق الماء لخوان، شايف لك مطشر يجمع اثنين، التقينا اخوان فوق الماء لخوان، شايف لك مطشر يجمع اثنين، وسهم رابع ندسهم لا صيحون، على صدر طفل ما قاطعونين، وقلكم جاي حصتك جذر جواي، مو عطشان شاهذا الندمنين، استشاروا سهم حايل قالهم امرين، لو هذا المدد بعد بيروح، لو جرح الحدر صاحبنا بيطيل. الله. والسهم اعتذر من ابي الفضل، السهم يعتذر من عباس، يقول له: يا ابو الفضل بريني، عسى لا دفق بي الماي وانبت بالجدر طيني. شوف ايش جاوب العباس: ديوان الحسن عيني، افرش وتمدد بالنص، عدنا الضيف ثلاث ايام. الله 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 الله. اذا عدنا وقت اقرا التساؤل بصوتي. اقرا إذا ما اقرا التساؤل. الله يسلمك. اقرا التساؤل. يوم منهن عن نهر، احنا بيتنا على نهر ابو الاكبر، ف شفت القصب وهواي وشبعان مي، صار عدة تساؤل بيني وبين نفسي. تساؤل يقول: شلون هاي، شلون هاي حسين يعطش والقصب شبعان مي، يل سمارك لوني دنيا سمار، أنا ما شايف وريد مطلوب ثار، شلون هاي، شلون هاي يا عطور ما صفق جنحه ويركض بهدمك ينام، والسماء تودي على شيبك لو نقاص عدها الحمار. مدري لي شهواي نحكي او ناخذي عرضي السهام، جوز عيد هني بوسة وصارت عليك ازدحام، يا مضيف المثل صدرك يا مضيف، كاتلي شهب السهم ويحسب ضيف. شلون هاي حسين يعطش والقصب شبعان ماي. للأسف والله. الله يعزك. وصلنا لختام الحلقة. والله ما حسيت بالوقت، كان بخاطري أقرأ أكثر وأسولف أكثر. شكراً لك. مستمتع جداً. شكراً لك. الله يعزك. الله لا يحرمنا إن شاء الله خدمة الإمام الحسين. الله يعزك. أمين يا رب. جميعاً جميعاً. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج المهلهل مع فارس من فرسان الشعر الشعبي علاء عبد. الله يعزك. آخر كلمة إلك، شنو تحب تقولها
للكاميرا. بداية شكرا لك أبو الأكبر. شكرا لك. شكرا لهذا الكادر الجميل. إن شاء الله هذا البرنامج يكون في مصافي البرامج المهمة عراقيا وعربيا ودوليا إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا. أتمنى لك التوفيق ونسأل الله أن يمن على العراق بالخير والبركة ويبعد الشر عن أبنائنا ويحفظنا ويصافي قلوب المختلفين. أمين يا رب. لكي يعم الخير على العراق إن شاء الله. شكرا لك مرة أخرى. العفو. الله يعزك. أحبتنا في أمان الله.